السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. زينب الكبرى صوت الثورة وشريكة الصبر والاحتساب عند الله. النهضة الحسينية مفاهيم الحرية وروح النضال ضد الظلم والاستبداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، وعظم الله أجوركم بذكرى فاجعة الطف الأليمة. قسمت أيام الفاجعة منذ 1 من محرم ولغاية 10 من محرم، وأصبح لكل يوم مصاب معين، ولكن كل المصائب التي قسمت في 9 أيام من عاشوراء شاهدتها زينب الحوراء عليها السلام في 7 ساعات شريكة الصبر ووزيرة إعلام الثورة التي أوكلت إليها مهمة حمل مشعل الشهادة الملطخ بدماء شهيد الغاضرية، وسارت مرفوعة الرأس، لم تكسرها المصيبة ولم تحط من عزيمتها. عرفت بأهداف النهضة الحسينية، ولولاها لبقيت الحقائق مدفونة في كربلاء. قوة الشخصية، صلابة الجيش مكنتها من أداء هذه المهمة الرسالية، وفضح جرائم آل أمية وأبقت ذكرى الحسين عليه السلام خالدا تتناقله الأجيال، ويزيد ومن والاه في مجاهل النسيان. فصورة العقيلة التي رسمتها مواقف الإباء هي مثارا للإعجاب ودعوة للتأمل والانبهار. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، فإن النهضة الحسينية التي جاءت تأكيدا للرسالة المحمدية وحفاظا على الهوية الإسلامية، بعد أن قام من رام السلطة وعشق التسلط على رقاب الناس بتحريفها، لكن أبت الكلمة ذلك وانتفض الدم أمام ظلم المارقين، فكان استشهاد الحسين عليه السلام اختيارا لا خيارا، فالثورة الإصلاحية كانت شمولية واستنشقت الحياة من خلال الموت، وطرحت مفاهيم جديدة في رفض الجور واستبداد الطغاة وتطبيق العدالة الاجتماعية، فهي بحق انموذجا ومنارا للباحثين عن الحرية وكرامة الإنسان. وإلى جانب ملفي حصادنا لهذه الليلة، فبعد الحريق العرضي في البصرة والعمل التخريبي في شمال صلاح الدين اللذان سببا انفصالا تاما لارتباط خطوط المنطقة الجنوبية بالوسطى، وعرض المنظومة الوطنية للإطفاء التام على جميع أرجاء العراق، جرى إصلاح القليل منها، وما تزال المشكلة قائمة بحجمها لتعمق أزمة الكهرباء في العراق وتوغل المعاناة في جسد الأمة المزمن والتي رافقت العراقيين لعقدين من الزمن وأكثر. مشاهدينا الأحبة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا في حصادنا لهذه الليلة. حياكم الله من جديد مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفتي الكريمتين في الاستوديو، الدكتورة عهود عبد الواحد الباحثة والأكاديمية، وكذلك السيدة بلقيس الزاملي الباحثة الإسلامية. حياكم الله ضيفتين كريمتين في برنامج حصاد الأيام. أبدأ مع حضرتك دكتورة ست بلقيس، كيف يمكن توصيف الإصرار الإمام الحسين عليه السلام في اصطحاب عياله من النساء إلى كربلاء؟ هذا الموقف الاستشرافي من هذا الاصطحاب كيف تقرأيه؟ نعم، أحسنتم بداية، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى واقعة الطف الأليمة. نعزي بداية سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان ومراجعنا الأعلام والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بهذا المصاب الجلل. لا شك أن الإمام الحسين عليه السلام وهو الإمام المفرد الطاعة عندما قرر
الصحاب النساء والأطفال معه في تلك الرحلة الملكوتية التي غيرت مجرى التاريخ، اعترضه الكثير من الأصحاب ومن بني هاشم وقالوا إن كنت ذاهبا مع الرجال أو باصطحاب الرجال فلماذا النساء والأطفال؟ قال ذلك الكلام العظيم، قال: شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. فبالتالي أخذ النساء لعدة أسباب حقيقة، منها أسباب سياسية حتى لا تكون هنالك ورقة ضغط على الإمام الحسين باقية له في المدينة، وكذلك للأسباب التي من أجلها بقيت وخلدت ثورة الإمام الحسين عليه السلام بنساء الطف وأهمهن العقيلة زينب عليه السلام. فلو رجعنا قليلا إلى التاريخ إلى الوراء قبل 52 عاما لوجدنا أن وحتى قبل الإسلام مثلا كانت المرأة في ذلك المجتمع تهان وتباع وتشترى وتعامل كالعبيد. عندما جاء الإسلام وأعطى للمرأة كامل حقوقها وأصبحت شريكة الرجل وأصبحت يعني شريكة الرجل في كل شيء، يعني حتى بالعمل الصالح بالميراث بالحقوق بالواجبات، أكيدا هذا لا يعجب الكثير من المتسلطين والطغاة ومنهم آل أمية. فبعد قتل الإمام الحسين عليه السلام أرادوا أن يفهموا ذلك المجتمع وأن يرجعوه إلى عصر الجاهلية بأن المرأة هكذا، هذا هو قدر المرأة، أنه عندما تقتل الرجال النساء تسبى وتباع كالعبيد وتسبى من بلد إلى بلد ويتاجر بهن كما كانوا يظنون طبعا. لكن السيدة زينب عليه السلام كان لها رأي آخر وقرار آخر، قلبت الموازين وقلبت الموازين على آل أمية وغيرت الرأي العام عليه وانقلب الرأي العام ضده، وبالتالي رسخت وامتدت ثورة الإمام الحسين بذلك الفضل الإعلامي والصبر للسيدة زينب عليه السلام والدور الريادي الذي أخذته حقيقة بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. من هذه النقطة أجدد ترحابي بالدكتورة عهود عبد الواحد، حياكم الله دكتورة، وتفضل السيدة بلقيس بالدور الزينبي. وهنا نتحدث عن النهضة الحسينية من جهة عسكرية في كربلاء، لكن المعركة الإعلامية ابتدأت منذ مصرع الحسين عليه السلام واللي أعقبتها الماكنة الزينبية، الماكنة الإعلامية. فإذا كانت الثورة الحسينية حسينية الوجود لكنها زينبية البقاء، كيف يمكن قراءة التضافر بين هذين الدورين؟ نعم، ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي المشاهدين الأكارم وأحييك وأحيي أختي الكريمة، حياكم الله، وأقول إن دور السيدة زينب سلام الله عليها قد عرفته وهي صغيرة عندما أعدت لهذا الدور الكبير، وحتى عندما خطبها عبد الله بن جعفر اشترط عليه أن تكون مرافقة للإمام الحسين عليه السلام لأنها أعدت لهذا الدور الرسالي الكبير. فلذلك كانت واعية بشكل كبير لهذا الدور العظيم. وأذكر أن الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يودع هذه المرأة الكريمة قال لها: أخي تعزي بعزاء الله وعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون، فإذا أنا هلكت فلا تخمشي علي وجها ولا تضربي علي صدرا ولا تدعي علي بالويل والثبور ولا تشمتي بنا الأعداء. فهنا طبقت السيدة سلام الله عليها بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هذه المقولة بحذافيرها، وكانت ثابتة راسخة رسوخ الجبال. فلذلك عندما تبوأت هذا المكان العظيم في كل المجالس التي دخلت فيها كانت قوية صابرة غير منكسرة، ولذلك كانوا يريدون إظهار انكسارها الأعداء، ولكنها كانت دائما تفاجئهم بما لا يتوقعون من الثبات ومن الهمة ومن الدعوة إلى استمرار ثورة الإمام الحسين. ولذلك عبيد الله بن زياد عندما قال لها: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. انظر إلى هذه القوة، امرأة مذكولة، مقتول أهل بيتها جميعا، من أين لها هذه القوة؟ بالتأكيد لأنها عرفت دورها الرسالي، لأنها اعتمدت على الله سبحانه وتعالى، لأنها صاحبة إكمال لهذه الثورة، فبينت لهم
أن كل ما صنع بأهل بيتها إنما هو جميل لأنه بعين الله، وهذا الأمر لن يمر هكذا، وإنما هناك حساب وسيجمع الله سبحانه وتعالى بين الإمام الحسين طيب وبين خصومه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نعم. لما تكون السيدة زينب سلام الله عليها قوية وصابرة، ومن أراد لها إظهار الانكسار لم تنصاع حول هذه المفاهيم، سيدة الصبر وشريكة الشهداء سيدة بلقيس بعد نعم. ظهر عاشوراء كان مخطط آل أمية أن تسبى زينب الحوراء سلام الله عليها مع الحرم الهاشمي للتنكيل بهم والتعريف بمصير كل من يقف بوجه هذه السلطة والطغمة الحاكمة، لكن انقلب السحر على الساحر بما لا يتوقعون، يزيد افتضح أمره في الميادين التي أراد فيها أن يزيف الحقائق. كيف تنظرين إلى هذه أو هذا المشهد؟ نعم أحسنتم. بعد الخطبة الفاطمية العظيمة التي ألقتها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في مسجد الرسول الأعظم، وقلبت كل الموازين والمفاهيم وكسرت كل الأطواق عندما تقف امرأة بهذا الشموخ وظاهريا أنه السيدة الزهراء منكسرة ومضروبة ومقتل والدها ومغصوب حق زوجها في الخلافة، وكل معاني الضعف والانكسار بها كانوا يتصورون ذلك، لكن عندما وقفت بذلك الشموخ وبذلك بتلك العظمة وخطبت تلك الخطبة الفاطمية العصماء التي هزت مضاجع كل الموجودين وأثبتت الحق لمن، وقلبت كما قلت لك الموازين والمفاهيم والمعايير التي كانت سائدة في ذلك المجتمع، لا توجد امرأة يذكرها التاريخ في المجتمع الإسلامي قبل أو في صدر الإسلام تقف في مجتمع الرجال وتلقي خطبة توبيخ للرجال الموجودين من المهاجرين والأنصار. فبالتالي هذا الموقف بقي عند آل أمية ليغيروا تلك الفكرة عند المجتمع، ليقولوا أن المرأة لا يحق لها أن تخطب، لا يحق لها أن تطالب بحقها، لا يحق لها أن تقف في موقف الرجال، المرأة فقط خلقت لتكون في خدمة الرجل. بعد واقعة الطف الأليمة وبعدما عانت نساء الطف الموجودين في تلك الواقعة حقيقة، كانوا يظنون أنه عندما تأخذ السيدة زينب والنساء وتحرق الخيام وتضرب الأطفال وتسحق بالخيوط ويجرون بالحبال سيكون هنالك انكسار، فبالتالي يعرفون المجتمع في ذلك المجتمع الإسلامي طبعا وكل المجتمع اللي بالكوفة ومرورا بكل المناطق إلى الشام وحتى العودة إلى المدينة أنه هذا مصير من يعارض السلطة، هذا مصير من لا يبايع خليفة الفاسقين، فبالتالي هو يقتل ونساء تسبى وتباع كالإماء والعبيد. وحتى في وصل الترهيب بهم أنه يقال حتى رأس الطفل الرضيع كان مع الرؤوس على الرماح حتى يخوفوا ذلك المجتمع، لكن أبت عقلة الطالبين أن يكون لها موقف أمها الزهراء في الوقوف والدفاع عن إمام زمانها وتبيين الحقائق إلى المجتمع، وجعلت كل من في مجلس الكوفة يبكي وحقيقة تأثر وقلبت السحر كما قلت حضرتك على الساحر وقلبت جميع المفاهيم وقالت لا تضحكون ولا تبكون بلا ستبكون قليلا، يعني حقيقة خطبة هزت بها أركان الحاكمين الأمويين، وتقول له أي حقك ابن الطلقاء يا ابن الطلقاء، وهذه شتيمة إلى الحاكم في ذلك الوقت أن تخدر حرائك وإمائك وتسوق بنات رسول الله سبايا وإماء يتصفحن القريب والبعيد، وهذه حقيقة كلمة لا حقيقة تنبع من شجاعة لا يتصدر إلا من السيدة زينب عليها السلام. طيب. لأنها تربت في ذلك البيت بيت النبوة وبيت طيب الإمامة وهي بنت من ومن الذي رباها وفي أي حجر تربت، حتى يقول أحد الحاضرين عندما كانت تخطب السيدة زينب كنا نرى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان يطلق عن لسانها. طيب دكتور عهود، تتفضل أستاذة بلقيس بالمقارنة بين فاطمة الزهراء عليها السلام وبضعتها زينب عليها السلام، بالتالي كيف تمكنت السيدة زينب المفجوعة بأهل بيتها والمتكلفة بمن تبقى منهم من نساء وأطفال وسط هذه الظروف الصعبة أن تحول الشدائد المحيطة بها إلى مادة يعني إعلامية وطاقة كبيرة قادرة على تعرية آل أمية وفضح وافتضاح أمرهم وافتضاح زيف إسلامهم؟
نعم، كان لابد لهذه الثورة من تضحيات جسيمة، وهذه التضحيات لابد من القيام بها، وقد قام بها الرجال، ولم يبقى إلا السيدة زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين عليه السلام. وقد ادخرت الإمامة زين العابدين لما هو ما بعد كربلاء إلى ما بعد الطف. أما السيدة فكانت هي المتكلمة في هذا الباب، لقد استطاعت أن تفرغ كما يقول حذيم الأسدي، فوالله ما رأيت خفرة قط أنطق منها، لقد كانت تنطق وتفرغ على لسان أمير المؤمنين. فهي كانت راسخة وقوية وقادرة على الإبانة، ولا بد أن تتم الدور الذي بدأ به الإمام الحسين عليه السلام، وأن تفي بما عاهدت الإمام عليه. لذلك عندما خاطبت أهل الكوفة خاطبتهم بما يفهمون، وهم كانوا أهل لسن وخطاب وبلاغة، فلذلك كانت خطبتها ذات فقرات قصيرة مؤثرة قوية. لم تكن تريد تعريف نفسها، لأنهم يعرفون من هي السيدة سلام الله عليها، ويعرفون أباها أمير المؤمنين، ويعرف لأنه كان خليفة عليهم. فاختلفت خطبتها في طريقة الأداء عن خطبتها في الشام، التي كان أهل الشام يعتقدون أن أهل البيت هم من سبي الروم، لذلك خطبتها اختلفت، فقراتها كانت مبينة، يعني أطول من الفقرات التي كانت في خطبة الكوفة، لأن أهل الشام كانوا أهل مدينة، لم يكونوا بالبلاغة التي كان عليها أهل الكوفة، لذلك وهم لا يعرفونهم. فكان دورها الإعلامي التعريف بأهل البيت عليهم السلام، التعريف بأنهم هم أهل الحق وأن أعدائهم هم أهل الباطل، أن الإمام الحسين هو إمام مفترض الطاعة وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما بدأت بالتعريف بنفسها قالت الحمد لله والصلاة والسلام على أبي رسول الله. هنا في قولها على أبي رسول الله أرادت أن تقول أننا لسنا من سبي الروم، إنما نحن أهل البيت عليهم السلام، وأبونا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما رأت يزيد ينكث ثنايا أبي عبد الله بمخصرته، قالت له، يعني قرأت قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وقصدت بآيات الله الإمام الحسين عليه السلام، لأنه هو آية عظمى وهو شريك القرآن، هم عدل القرآن أهل البيت. يقول الرسول صلى الله عليه وآله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد لنبأني العليم الخبير أنهم لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فإذا هو آية من آيات الله. من بوادر قوتها وشجاعتها في ذلك المجلس وانتصارها على أعدائها أنها لم تكلم يزيد، وكان على رأس السلطة في ذلك الوقت، بما يدل على كونه ملكا أو أميرا أو خليفة، إنما كانت تخاطبه باسمه مباشرة. قالت أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وامتنانا، وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك، فشمخت بأنفك ونظرت بأطفك تضرب أصدريك فرحا وتنفض مطرويك مرحا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. انظر هذا الخطاب الذي وصفت به هذا الخليفة، بهذا الوصف الذي أبانت به عن كونه لا يستحق أن يكون خليفة، لأنه كان نزقا طائشا، فقالت له مهلا مهلا، أي تمهل انتظر لا تطش جهلا. انظر هذا الخطاب الذي وصفته به بالجاهل، ثم إنها لم تكن تريد خطابه، قالت ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرة والصدور حرة. انظر، إذن هي تقول أنني لا أريد لقائك، الدواهي هي التي جرت أن أخاطبك، من أنت؟ أنت لا تستحق أن تكون نظيرا لي. فهنا أيضا عندما تحدثت معه نبأته بما سيحصل له، قالت كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتجاب لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن قبالة كل ذلك دكتور عهود، والسؤال يعني
تجيبنا عنه السيدة بلقيس، كل ما تفضلت به من مكامن القوة الدكتورة عهود، سيدة بلقيس إعلام السلطة لم يكن قليل أبدا، يعني نعم. تحشيد منقطع النظير، مال كثير، ومع كل هذا لم يستطع أن يقف بوجه دور السيدة الهاشمية. ما هي مرتكزات القوة التي استندت عليها لتلقى هذا الصدى والاستجابة وقبالة تحطيم كل هذه القوة في المال والسلطة والجاه التي كان يتمتع بها بنو أمية؟ نعم أحسنت، كان كل شيء مسخر للحكم الأموي في ذلك الوقت، الإعلام والمال والنفوذ والجاه. والسيدة زينب عليها السلام الآن خارجة من معركة قتل فيها جميع رجالها، والأطفال سحقت بالخيول، وزعيمها وعظيمها الإمام الحسين سحقته سنابك الخيل ورفعته إلى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. حقيقة هذه المواقف عندما تذكر بالكلام ممكن احنا نتكلم بها، لكن واقعة حتى العقل البشري لا يتحمل ما جرى في ذلك اليوم. لكن سر نجاح كل ثورة هو الإيمان بالله ونبل الهدف وصدق الهدف. ماذا كان هدف ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟ قال الإمام الحسين عليه السلام أني لم أخرج، عندما سئل لماذا يخرج ومع الأطفال والعيال عندما خرج من المدينة، من المدينة إلى مكة ومن مكة عرج إلى العراق، قال أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وهذه كلمة إنما يقول علماء اللغة إنها أداة حصر، إذن الإصلاح هو مرضاة الله والإصلاح في ذات الله. الإصلاح كلمة شاملة لكل الإصلاح، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، كل معاني، حتى الإصلاح الإنساني. فبالتالي كان الهدف سامي، كان الهدف وجه الله، ومن كان مع الله كان الله معه. فبالتالي هذه الثورة المسددة المؤيدة من الله كان الإسلام على مفترق طرق. أما يكون أو لا يكون، لولا دماء الحسين لم يكن هنالك إسلام. الإسلام حقيقة محمدي الوجود حسيني البقاء، وثورة الإمام الحسين حسينية الوجود زينبية البقاء، هي امتداد للثورة. لولا موقف زينب وقوتها وصلابتها وشجاعتها وبلاغتها ما كانت اثرت ثورة الإمام الحسين وضاعت مثل ما ضاعت الكثير من الأحداث التاريخية، ومنها حتى يوم الغدير. فبالتالي السيدة زينب كان عليها تحمل تلك الدماء، دماء الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، لأنها الحقيقة رسالة السيدة زينب لم تكن رسالة فقط إعلامية، وإنما رسالة ريادية، رسالة قائدية. السيدة زينب هي في بيت البلاغة والفصاحة، وهذا بالنسبة مشروع الكلام هذا بالنسبة لهم يحفظونه كما يحفظون أسماءهم، لأنهم هم تربوا في هذا البيت العظيم، في بيت القرآن، في بيت الوحي. فبالتالي دفاعهم كان دفاعا عن دين الله، لذلك كان مسدد عندما وقفت السيدة زينب ومؤت بيدها، لم تقل اسكتوا. يعني تصور ذلك المجلس الذي فيه آلاف المنتصرين، والكل يهتف ويصرخ ويطبل ويزمجر، وتأم إليهم إيماء أن اسكتوا فسكتوا، فهدت الأنفاس كما يقال وسكتت الأجراس. أي قوة هذا، وأي قوة شخصية، وأي عظمة للسيدة زينب. اليوم لو كنت في مكان بلا يعني مع فارق التشبيه، في مكان لمنتخب منتصر والجمهور المنتخب يهزجون ويفرحون بذلك الانتصار، من الصعب جدا إسكاتهم. لو تبح صوتك بالمكبرات الصوت وأن اسكتوا، هنالك كلمة لقائد المنتخب يريد أن يتكلم، حقيقة لا يسكت الجميع. لكن السيدة زينب بإيماء أن اسكتوا فسكتوا، يعني وسكتت الأنفاس حتى يقال أنه لا صوت، يعني لو يعني دبيب النمل كان يسمع. فهذه القوة وهذه العظمة هي من الله طبعا. طيب. وما كان الله ينمو قوة السيدة زينب كان الدفاع عن القرآن. السيدة بلقيس، نعم. هنا نتحاور عن موضوع جدا مهم دكتور عهود، يعني نعم. أثارتها السيدة بلقيس حول قوة شخصية السيدة زينب عليها السلام قبالة وجود الإمام المعصوم في هذه الواقعة، وبالإضافة إلى اختيار الإمام الحسين سلام الله عليه أن تكون الصوت الناطق بالثورة الحسينية عقيلة الطالبيين، هل كان ضمن هذه المفاهيم هو إبعاد الإمام السجاد عن الأضواء وعن السلطة القمعية بشكل يضمن هذا النسل الطاهر، وأيضا إدارة شؤون عائلة الحسين عليه السلام، مجموعة أدوار كلها يبدو أنها تجسدت في شخصية واحدة؟ نعم، بالتأكيد كانت السيدة سلام الله عليها في كل المواقف محافظة على الإمام زين العابدين.
أولا إنه كان مريضا، والأمر الثاني أنها تريد أن تحافظ عليه من القتل، لأنه أيضا هو رجل بليغ، فإذا أجاب هؤلاء سيعتقدون أنه ليس بمريض ولا بد من قتله، وهي تحرص حرصا كبيرا على استمرار هذا النسل الطاهر، النسل النبوي العلوي الحسيني الشريف. فلذلك كانت هي المتحدثة، هي المتصدرة في هذا الباب، وكانت تخرس الأعداء أينما خاطبتهم. وقبل قليل تحدثنا عن عبيد الله بن زياد، وعندما تحدثت مع أهل الكوفة عندما رأتهم يبكون قالت: أتبكون أخي؟ أجل والله فابكوا، فإنكم أحرى بالبكاء، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد أبليتم بعارها ومنيتم بشنارها ولن ترحضوها أبدا. هنا انظر، يعني هي وبخت شرار أهل الكوفة. بالمناسبة للتوضيح أن ليس كل أهل الكوفة كانوا من الخاذلين للإمام الحسين، بل من كان مناصرا للإمام الحسين إما أنه كان في السجن أو كان مقتولا أو يعني منع من الالتحاق بالإمام الحسين. أما هذا العسكر، يعني الكوفة كانت معسكرا، لم تكن لأهل الكوفة خالصة، إنما كانت معسكرا لأعداء الإمام الحسين وللسلطة الحاكمة في ذلك الوقت. فلذلك عندما وقفت أرادت أن تبين من هو الإمام الحسين، لماذا ضيعوا هذا الإمام، من كان غير واع لشخصية الإمام الحسين. قالت: وأنا ترحضون، انظر، قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم ومقر سلمكم وآسي كلمكم ومفزع نازلتكم والمرجع إليه عند مقاتلتكم ومدرة حججكم ومنار محجتكم. هنا أتت السيدة إلى توصيف هذا الرجل العظيم الذي كان ينبغي المحافظة عليه حفاظا كبيرا، فهو خزين مدرة الحجج، أي خزين هذه السنين. يعني من كان يريد أن يحافظ على نفسه في وقت القحط يحافظ على مدرة اللي هي خزين الطعام، هم جاءوا إلى الخزين فأحرقوه وقتلوا الإمام الحسين. هو منار المحجة، المنار، هذا الضياء العالي الذي من خلاله نكتشف الطريق، هم أطفأوا هذا المنار. هم عمدوا إلى ملاذ الحرب، يعني الإنسان المحارب عندما يريد أن يلتجئ إلى مكان كان ينبغي أن يلتجئ إلى الإمام الحسين عليه السلام. هو معاذ الأحزاب، يعني الأحزاب عندما تختلف تريد شخصا أو شخصية قوية توحد هذه الأحزاب، كان الإمام هو ذلك المعاذ. فهنا أشارت إلى أدوار الإمام الحسين عليه السلام التي كان ينبغي لكل دور، لو حمل فقط ذلك الدور لكان ينبغي عليهم المحافظة عليه. فهنا بعد توبيخها لهم رأتهم يبكون وبدموع غزار، قالت لهم: إنكم لن ترحضوا هذه الفعلة. وانظر إلى انتخاب الألفاظ، الرحض هو غسل النجاسات، تقول إن فعلتكم لن تغسل لأنها فعلة نجسة وستستمر وسيلحق العار بمن قتل الإمام الحسين عليه السلام. هذا الصوت الإعلامي وهذا النطق لهذا الدور الكبير الذي تبوأته السيدة كان مصاحبا لها في كل المجالس التي جلست فيها، ولا سيما في مجلس يزيد اختلفت الأمور تماما، لأنها في الحقيقة قلبت الطاولة على هؤلاء، أرادوا أن يشمتوا بهم فإذا بها تنتصر عليهم وتبين أنهم أن هذا البيت الطاهر أخرج الإمام الحسين وأخرج الإمام السجاد وكل أئمة أهل البيت الذين ينبغي على الناس أن يجعلوهم أئمة وقادة وسادة وذادة، ولكنهم مع الأسف اختاروا الدار الدنيا على الدار الآخرة. أحسن الله عزاءكم الدكتور عهود عبد الواحد الباحثة والأكاديمية والسيدة بلقيس الزاملي الباحثة الإسلامية، ضيفتين كريمتين على حصاد الأيام وهذا المواساة العاشورائية. شكرا جزيلا لحضراتكم مرة أخرى، نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريم الشيخ الدكتور حيدر الشمري رئيس مركز تاج الحضارة الثقافي. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. ونبدأ من مقارنة يعني نوهت عنها السيدة الضيفة بلقيس الزاملي، وهي مقاربة جدا راقية ورائعة خلف الكواليس نوهت عنها، بأن نقارن ما لاحظناه اليوم أو صباح هذا اليوم ظهر هذا اليوم في ركضة طويريج، عندما رفع الكثير من المساهمين في هذه الركضة الشعيرة الحسينية المباركة رافعين صورا أو أجزاء للمصحف الشريف. وهنا جدا مقاربة أثارتها السيدة الزاملي، بأن عندما رفع رأس الحسين كان يردد القرآن، واليوم نقارن بين القرآن وحرق القرآن والتجاوز على القرآن، ونقارب بين هاتين الصفحتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لك السيد الفاضل، وتحية لضيوف، وتحية لمشاهدي قناتكم الكرام. أقول حينما نريد أن ننظر في العلاقة ما بين القرآن الكريم وما بين الإمام الحسين سلام الله عليه، لعله ننظر لها من زاويتين مهمتين جدا. الزاوية الأولى التي تتعلق بأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أكد على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم عدل القرآن الذين لا ينفصلون عن القرآن، كما قال في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بالنتيجة يعني كأنما هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وآله على أنه هناك علاقة تكامل أو علاقة واضحة جدا بين القرآن الكريم وما بين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا واحد. مرة أخرى نقول لا، من محور ثاني ومن زاوية أخرى نجد أن القرآن الكريم لطالما كان يؤكد على يعني على أهل البيت سلام الله عليهم وعلى فضائل أهل البيت، وكان يشير لها، وهناك العديد من الآيات التي نزلت وكانت أسباب نزولها في حوادث كانت تتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم، والقرآن مدح أصحاب هذه الحادثة وكذلك مدح تفاصيل وصفات هذه الحادثة. يعني مثلا حينما ننظر في القرآن الكريم مثلا في آية المباهلة، نجد القرآن الكريم يحدد مثلا للنبي صلى الله عليه وآله من الناس الذين هم مؤهلون أن يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله للمباهلة. فحينما فتقول الروايات حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله، خرج النبي ومعه أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، والقرآن يؤكد على هذه الحادثة ويعطي تفاصيلها بالدقة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كذلك مثلا في سورة الدهر، ويطعمون بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهكذا نجد أن القرآن الكريم يؤكد على أهل البيت سلام الله عليهم ويبين فضائل ويمدح هذه الصفات التي والسلوك الذي صدر من أهل البيت سلام الله عليهم. هذا من زاوية أخرى. من زاوية أخرى ثالثة، نجد أن الحسين سلام الله عليه هو دائما كان يستشهد في آيات يستشهد بآيات وخلال حركة ومسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. مثال: الإمام الحسين حينما خرج من مكة المكرمة متوجها إلى كربلاء، هو أخذ يقرأ هذه الآية المباركة، والتي كانت يعني كانت أصل هذه الآية نازلة في موسى على نبينا وآله عليه آلاف التحية والسلام، فخرج منها خائفا يترقب، وكأنه يريد أن يقول أن الحسين سلام الله عليه هو يمشي في مسيرة تكاملية، في مسيرة وكأنه هو في مسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكأنهم هم أحدهم يكمل مسيرة الآخر. وهكذا مثلا كان الحسين سلام الله عليه مثلا يقرأ فقط هذا المثال آخر، مثلا حينما كان الإمام الحسين سلام الله عليه يقول مثلا: إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل مثلا، أو هو الحسين سلام الله عليه سمع من رأسه الشريف أنه كان يقرأ يتلو آيات
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهكذا تجد أن الإمام الحسين سلام الله عليه وفي مسيرة كربلاء كانت دائما يربط هذه الحركة الكربلائية أو الحركة العاشورائية هذه الحركة الحسينية يريد أن يعطي رسالة واضحة أنها هي منطلقة من القيم التي نادى بها الأنبياء. طيب. وجاهد من أجلها الأنبياء وتحدث مع السيدات الكريمات في الملف الأول جوانب كبيرة من التضحية والفداء للسيدة زينب عليها السلام ووقفتها بالنهضة الحسينية، ولكن كيف يمكن اعتبار واقعة الطف الأليمة أنها قدمت زادا معرفيا ثريا للبشرية جمعاء، وهذا الزاد يتصف بأنه كاف لعمر مديد لا أحداث عابرة في التاريخ؟ طبعا في بعض الأحيان نحن نحتاج يعني قد يتصور أن الزاد هو يتوقف فقط على الجانب العلمي مثلا أو على الجانب الفكري مثلا العطاء العلمي والفكري ومثلا في سواء كان بالجانب المادي أو بالجانب العلوم الإنسانية. بعض الأحيان لا، العطاء حينما يتعلق بالتجربة، حينما يعطي النهضة، حينما يستنهض الأمة ويدفع الأمة ويستخرج ويستنهض إرادة الأمة، لأن أكو مشكلة كانت عند الأمة هي بتعبير السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يقول أن واحدة من المشاكل والأمراض التي كانت في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه وكانت مستشرية استشراً واضحاً في جسد الأمة هو مرض موت الإرادة. المجتمع كان ميت الإرادة. الإمام الحسين سلام الله عليه كان أمام مجتمع ميت الإرادة، فش يحتاج؟ يحتاج إلى من يدفع هذا كأنما يعطيه فالدفعة كهربائية قوية فالصدمة حتى بالنتيجة يستنهض إرادة الأمة ثم تتحول مسيرة الأمة بالاتجاه الآخر. وهذا فعلاً مثلاً حينما تقرأ في كتاب ثورة الحسين لمحمد مهدي شمس الدين يؤكد على أن هذه الثورات التي خرجت بعد ثورة كربلاء بعد عام 60 للهجرة هي كلها كانت تنادي يا لثارات الحسين، وكانت منطلقة انطلاقا واضحا من مبدأ ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي تسير بخطوات الإمام الحسين سلام الله عليه، مثل ثورة سليمان بن صرد الخزاعي، ثورة التوابين، ثورة المختار الثقفي، ثورة زيد الشهيد، الكل كانت تنادي يا لثارات الحسين. يعني ما معناها أن ثورة كربلاء كانت هي السبب في شحن الأمة وإيقاظ الأمة وكانت هي السبب في معالجة مشكلة موت الإرادة ومرض موت الإرادة في الأمة. فبالنتيجة ثورة كربلاء أعطت هذه القيمة، قيمة أنك يا أمة أنت قادرة على أن تكونين أمة غير خانعة، لا تخضعين للاستكبار، لا تكوني خانعة، لا تكوني مستسلمة للطواغيت، بل أنت أمة قادرة على أن تنهضين وتواجهين الطغاة والجبابرة والمتكبرين. وهكذا ثارت هذه، خرجت الكثير من الثورات في مختلف المجتمع الإسلامي في مختلف البلاد الإسلامية، وكلها كانت تأخذ جذوتها وتأخذ الانبثاق الأولى من خلال ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكأن دماء أبي عبد الله سلام الله عليه هي التي كانت تحرك هؤلاء. لا طبعا لا نمضي بعيدا وللمستقبل القريب، الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 هو كانت البذرة الرئيسية في هذه الانتفاضة، هو الانطلاق من تحت قبة الحسين سلام الله عليه والخروج على سلطة الطاغية صدام حسين، وكلها كانت تنادي لثارات الحسين وتنادي بالانتصار لثورة الإمام الحسين وإعادة هذه الروح الثورية في الأمة، كلها كانت تحركها دماء الحسين سلام الله عليه وبقايا ثورة الحسين. لنا حوار مستمر في هذه الجنبة لما نتحدث عن النهضة الحسينية بهذه الشكلية، تفضل بها دكتور، يعني هنالك مفاهيم جديدة للعدالة الاجتماعية، علاقة الفرد بالنظام السياسي اللي غيبها حكم بني أمية، هذه المفاهيم اللي تفضل بها حضرتك هل مثلت منعطفات سياسية واجتماعية نستطيع أن نستثمرها لغاية اليوم؟ عفوا السؤال ما كان واضح عندي. نعم. أستاذ أحمد، عن الثورة الحسينية ومفاهيم العدالة الاجتماعية ترسخت كثيرا
وفق المعطيات التي تفضلت بها يعني، وعلاقة الفرد خصوصا بالنظام السياسي اللي حاول نظام بني أمية تغييب هذه العلاقة بين الفرد والنظام السياسي، هل مثلت هذه المفاهيم منعطفات سياسية واجتماعية؟ طبعا من المؤكد أنها مثلت منعطافا تاريخيا كبيرا، لا أقول فقط على ذا في ذاك الوقت، بل استمرت هي سببا في الانعطاف. ولذلك احنا يعني حتى في أدبياتنا أنه للمستقبل أن خروج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذه الثورة العالمية التي سوف تخلق حضارة عالمية مختلفة تماما عما هو عليه الآن من مختلف الحضارات، هي سوف تنادي تخرج منطلقة من النداء سوف يخرج ويكون من تحت قبة الحسين سلام الله عليه، وكأنه رسالة إلى العالم، يا أهل العالم، بحسب الروايات أن الإمام الحجة سلام الله عليه سوف يخرج وينادي يا أهل العالم أن جدي الحسين قتل عطشانا، وكأنه يريد أن يبين أنه هناك مظلومية عالمية. بتعبير علي شريعتي، الإمام الحسين سلام الله عليه كان يمثل رمز المحرومين، كان يمثل رمز المظلومين على مدى التاريخ. ولذلك حينما تنظر مثلا إلى مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه، شوف زيارة وارث، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك، وهكذا كأنه الإمام الحسين سلام الله عليه وثورة الحسين سلام الله عليه مثلت كأنما صوت المظلومين، صوت الحق، صوت الهداية، صوت مواجهة الاستكبار والمطالبة بالحقوق، المطالبة بالعدالة، وهكذا. ولذلك شوف المنطلق الأول، أو بتعبير أحد المفكرين، يقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما خرج في البيان التأسيسي الأول لحركة أبي عبد الله سلام الله عليه، خرج وهو يقول بهذا الإعلان العالمي: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. هذا البيان التأسيسي لثورة الإمام الحسين، أنه والله أنا ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني هذا البيان التأسيسي، وهو ثم يبين أنه من واجب الأمة أن تخرج ولا تستكين، لأن من يستكين لهذا الطاغوت ولا يقاوم هذا المتجبر سوف يحشر يوم القيامة معه. ولذلك من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يعني الإمام سلام الله عليه ليس فقط نادى بالثورة، وإنما أراد أن يخلق مشروع مقاومة في الأمة. يجب أن تكون هناك أمة مقاومة لهذه السلطة الجائرة، وإلا السلطة الجائرة إن لم تجد من يقاومها سوف تزداد طغيانا وتجبرا، وسوف بالنتيجة سوف تنتهك الحرمات أكثر وأكثر. نعم، وهذه كانت هي الخصوصية لثورة الإمام الحسين عليه السلام عن باقي الثورات عبر مر التاريخ حتى العصر الإسلامي. الثورات هي غير قليلة، ولكن أخذت مساحة كبيرة وكاملة تلك النهضة الحسينية، وتفردت بكل مآثرها. أتقدم الشكر الجزيل لحضرتك الشيخ الدكتور حيدر الشمري، رئيس مركز تاج الحضارة الثقافي، ضيفا كريما في الأستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.